حالك شفنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعد إذن حضرتك، جالي شغل مهندس تحليل البيانات في بنك، وأنا شغال دلوقتي برضه في نفس المجال الشركة يعني، بس المكان اللي أنا فيه دلوقتي فيه تضييق عليا في الشغل، مش مرتاح في الشغل اللي أنا فيه دلوقتي، فهل ينفع تبقى مرحلة مؤقتة يعني؟ عملك في تحليل البيانات عام ولا مخصوص بالربا فقط؟ لا هو عام، بس ممكن يطلب مثلا يقول لي الناس اللي خدت مثلا قروض وما دفعتش بقى 6 شهور مثلا، ولهم ودايع عندنا في البنك مثلا، وفي حاجات تانية مثلا. لا يعني عفوا سؤالي بس، يعني هل هو يشمل القروض الربوية وغيرها أم في القروض الربوية فقط؟ وغيرها. اي نشاط في البنك اي نشاط. اذن عملك جائز وغيره افضل منه. جائز عملك جائز مع الكراهة. تمام، بارك شكرا الله فيك. وعليكم.